حبايبي يعطيكم العافية، مكملين معاكم التنسز الأزمنة والزمن الرابع في البريزنت والأخير اللي هو البريزنت بيرفكت كونتينيوس، المضارع التام المستمر. المضارع هذا تام ومستمر، التام المستمر. حكينا عن البسيط، حكينا مستمر، حكينا تام، وهذا تام مستمر. شو المضارع التام المستمر؟ يلا مباشرة روحوا لي على الفانكشن الاستخدام. ليش نستخدم مضارع تام مستمر؟ هذا عبارة عن حدث started in the past، بلش في الماضي، and continues up to now، ولحد الآن ماله مستمر. حدث بدأ في الماضي ولحد الآن ماله مستمر، ما خلص. أوكي؟ يعني بحكي والله أنا بشتغل في هذه المدرسة من سنة 2005، منذ سنة 2005، منذ تلك السنة. لما حكيت منذ تلك السنة فمعناته أنا شغلي ما انتهى لحد الآن، مستمر. والله أنا بقاعد عم بدرس من الصبح، منذ الصباح بلشت الدراسة ولحد الآن لا زالت مستمرة. فهو حدث بدأ ولا يزال، بدأ ولا يزال، started وستيل، started بدأ وستيل لا يزال. إذن خليني أحكي هون، نكتب إنجليزي an action، حدث which، ركزوا على كلمة started which، started بدأ in the past، مش happened حدث، بدأ in the past في الماضي، and still، ركزوا على still، شو still؟ لا يزال، and still continues، لا يزال مستمر، up to now، لا يزال مستمرا حتى الآن. بدأ ولا يزال، بدأ ولا يزال. أوكي حبايبي، هذا هو المضارع التام المستمر بكل بساطة. طيب نحكي عن الكيوردز المستخدمة بهذا الزمن. في عندنا الفور، ظهرت الفور. في عندنا السنس، تذكروهم لما شرحناهم في المضارع التام، قلنا خليهم نأجلهم، مش ناسي أنا، حنرجع نحكي عنهم هون وكيف نفرق بينهم بين المضارع التام. في كمان زمن ثالث في الماضي برضو في فور وسنس، كل هذا حاطيكم أنا طريقة كيف تحلوا هاي المشكلة اللي خلينا نحكي بوجود هذول الكيوردز في أكثر من زمن. ما عليكم، المشكلة هاي راح تنحل بإذن الله 100%، بس أنا بدي هون أشتغل على الفور وسنس أكثر. هون تركز عليها فور وسنس، تمام؟ بس انتبهوا، وأول هذول كلهم لازم يتبعهم وقت. شو يتبعها؟ وقت. يعني باجي على سبيل المثال بحكي for three days، هلا مش مطلوب مني كطالب توجيهي اعرف انه شو كيف الاستخدام تبع الفور والسنس، مش مطلوب مني في المنهاج، انا مطلوب مني بس اعرف انه بتلازم يكون وراها وقت. ليه؟ لانه في مرات بكتب لي مثلا for him، for you يعني إلك إلو، طب هاي مش وقت. إذا هون هذه الفور في هاي الحالة لا تعتبر keywords، في هاي الحالة لا تعتبر keyword، انتبهوا كويس، لازم يتبعها وقت. كذلك sense، بيجي بيقول لي مثلا since مثلا 2008، هاي وقت. مرات بيقول لي هيك مثلا since we were kids، انتبهوا هذا كمان يعتبر وقت لما يكون في عندي ماضي هون verb 2، since we were kids، منذ أن كنا أطفالا، فهذا وقت يعتبر، لازم يكون في بعدهم وقت. حتى الأول كذلك بيجي بيقول لي مثلا all morning، طول الصبح، all evening، قال لي all my life، كل حياتي، عادي بصير، all day، طول اليوم، all week، month، اللي بدكم إياه. أهم شيء حبايبي إنه لازم يجي إيش عندي، لازم يجي وقت. for since all، ركزوا عليهم. أو ممكن نستخدم في بعض الحالات اللي هي how long، برضو ما في أي مشكلة، بس أهم شيء ركزوا على for since all، ديروا بالكم for since all ويتبعها وقت، تمام؟ هاي بالنسبة للكيوردز. كيف بدي أعمل مضارع تام ومستمر الفورم تبعه؟ بما أنه الاسم بشبه
اسم المضارع التام. شوف مضارع تام وهذا مضارع تام مستمر، إذا حتكون نفس البداية، يعني حستخدم هاز أو هاف. قلنا هاز مفرد وهاف جمع، ممتاز. بعد الهاز أو الهاف بيد الفعل دائما فيرب 3 100%. أنا هون بدي أجيب البي نفسها وأحولها لفيرب 3، شو صارت عندي؟ اللي هي البن، ممتاز تمام. شو ظل عندي؟ ما هو مستمر، إذا خاوة بده يكون في عندي اي ان جي للفعل. دمجت قاعدتين بقاعدة، مش قلنا المضارع المستمر في افعال البي مع اي ان جي، هاي فعل البي وهي اي ان جي. مش قلنا مضارع الزمن التام لازم يكون فيه افعال الهاف وفيرب 3، هاي افعال الهاف وهاي فيرب 3. شفتوا شو اللي عملناه؟ مشان بس نعرف كيف ركبنا بس مش اكثر. اذا بدي هاف هاز بن اي ان جي لانه مستمر، ديروا بالكم. طيب بلش نشتغل، يلا ناخذ امثله. طبعا في كمان دليل، في كمان دليل خليه شوي لانه هو مش مشترك، خليه ناخذه بعدين بس نخلص المثال الاول. يلا نبلش بالامثله. خلينا نحكي هون فاطمه 4 hair exam since morning. اوكي نحكي study، هسه نعطي دوائر كمان. يلا بطلع على الدليل، وين الكيورد؟ في طلاب بقول لي 4، حبايبي قلت لكم 4 لازم يتبعها وقت صح؟ بقول لي hair exam، هذا مش وقت، اذا هاي مش كيورد. وين الكيورد؟ since. هيو ممتاز صد عادي، ماني هاي فور سنس واحد، حتى لو خربط ما في مشكلة صح 100%، بس بلكن عطاني هاي الفور وحط لي كيورد ثاني مختلف، فأنا وقعت بالفخ هون، ديروا بالكم. إذا هون عندي الكيورد سنس، يلا باجي بطلع فاطمة مفرد شو بعطيها؟ هاز بن أو بين تقرأ ما في مشكلة، وستادي شو بركب لها؟ اي ان جي ستاديينج. هاي كل القصة، شايفين كيف سهلة جدا. يلا كمان مثال، خلينا نحكي هون the children in the yard for over an hour. خلينا نعطيكم خيارات، يلا has been playing B have been played و C have been playing. يلا ندور على المفتاح، شوفي عندي هون 4 ممتاز، هاي وراها مبين over an hour يعني في عندي وقت صح؟ يلا بشتغل بطلع قبل فراغ children، شو مفرد ولا جمع؟ ممتازين جمع 100%، مش تنسوا. اذا بدي هاز ولا هاف؟ بدي هاف، هاف للجمع زي ما شرحنا قبل وهاز للمفرد صح؟ هاز غلط، اذا هاف او هاي صح بن بس انتبه هون مثلا ممكن يخربطني، هاف بن هون معطيني مش اي ان جي، انا بدي اي ان جي صح ولا لا؟ اذا هاي غلط. اذا بروح على سي، هاف بن اي ان جي ممتاز، هاي جوابي باختصار. سهل جدا المضارع التام مستمر حبايبي. طيب خذوا هذا المثال 3 I my room نقطة that's why I have some paint on my clothes. خلنا نعطي برضو خيارات، A have been نحكي painted، B هنحطها هيك تحت بعض has been painting، C have been painting، ودي had been painting.
تعال ندور على الكيورد مع بعض. يلا هنشوف وين الكيورد. ندور على فور وسنس وأول، مش هيك اتفقنا؟ فور فور سنس أول. هتدوروا مش هتلاقوا لا عندي لا فور ولا سنس ولا أول. I my room, that's why I have some paint on my clothes. اوكي شو المشكلة هون؟ في كيورد جديد قلت لكم خليه على جنب. ليش ما حطيته فوق؟ لأنه هذول اللي فوق الفور والسنس وأول هم مشتركين مع أزمنة ثانية، بينما الكيورد اللي هون هو فقط مضارع تام مستمر حبايبي. اوكي فقط مضارع تام مستمر حسب المنهاج تبعنا طبعا، ماشي؟ فقط مضارع تام مستمر. شو الكيورد اللي عندي هون؟ هيو احفظوه، that's why. مش كثير طلاب بنتبهوا عليه، that's why. اذا اول ما اشوف ال that's why مباشره بحل has او have وبن مع ing، مضارع تام مستمر. اوكي مباشره. يلا عندي i، قلنا الi بنعمل منها جمع، إذا بدي have been بس مش ing، إذا غلط. A B has، أنا بدي have غلط. have been ing ممتاز، إذا جوابي C لأنه D had. إذا that's why هي تعتبر مع present perfect continuous. طيب هيك إحنا خلصنا مضارع التام مستمر، بس إحنا نحل المشكلة أو الإشكالية اللي كانت في المضارع التام لما قلنا ممكن أستخدم الفور والسنس إيش خلينا نحكي مع المضارع التام أيضا، صح؟ طيب كيف أنا أميز؟ هعطيكم أكثر من طريقة. نبدأ بالطريقة العلمية، أوكي؟ تمييز استخدام مين؟ الفور والسنس. طيب يلا مثال، خلينا نحكي هون I in this city for 2 years. دخليه فعل بين أقواس طبعا عشان تشوفوا شو الفرق كيف أنا بدأ أشتغل. طيب هون شو أعطاني؟ فور فور. إذا أنا بدي أفكر مضارع تام مستمر رقم واحد، صح ولا لا؟ أو مضارع تام، يعني بالآخر أنا كطالب إما بدي أفكر بهاز أو هاف مع فيرب 3، أو بدي أفكر استخدام الهاز أو الهاف اللي هم present perfect continuous then مع الـ ing، صح؟ كم حل عندي؟ عندي حلين. طيب الحل الأول لازم رقم واحد اللي أفكر فيه اللي هو present perfect continuous، مضارع تام مستمر. تعالوا ركب مضارع تام مستمر، نيجي على الـ i. يلا الـ i جمع قلنا بنعملها هاي هاف وهاي بن. يلا هسا باجي على الفعل بضيف له ing being. طب شو have been being؟ أو كنت سمعتوا فيها؟ بزبط؟ ما بزبط. شوف كيف ما بزبط، يعني الفعل هو اللي منعني من استخدام مضارع التام مستمر. ليش حبايبي؟ هذا ركزوا كويس، بنسميه باللغة الإنجليزية بسموه state verb. state verb فعل الحالة أو فعل الجمود. فعل جمود، شو يعني جمود؟ جمود جامد، يعني فعل لا يدل على حركة، ما في مش دايناميك فيرب، ما في ديناميكية، ما في حركة. بي شو يعني بي؟ كان يكون. وين الحركة في الفعل؟ طيب لما اجي احكي مثلا زي لايك، لايك يحب، فيها حركة؟ نفس المبدا. بدي احكي مثلا هيت يكره، شو افعال الحواس نحكي مثلا، صح؟ بدي احكي هاف بمعنى يملك، فيها حركة؟ برضو لا. بدي احكي ثينك بمعنى يعتقد مش يفكر، فيها حركة؟ برضو لا. مليان عندي افعال زي هيك، رياليز يدرك، فيها حركة؟ برضو لا. مليان في أفعال زي هيك حسب المعنى ببين معي. هاي إحنا بنسميها state verbs، أفعال الجمود. إذا في حال كان عندي فعل من أفعال الجمود يمنع استخدامه مع الزمن المستمر، مع أي زمن مستمر طبعا، ممنوع استخدمه مع أي زمن مستمر. طبعا في أفعال تأخذ حالات هيك أو هيك، أنا موضوع هذا مش مطلوب منكم، تمام؟ يعني ممكن مثلاً think تيجي لها معنيين، يفكر ويعتقد. إذا كانت معنى يفكر بقدر أستخدمها مع الزمن المستمر، بس كمعنى يعتقد ما بقدر. هذا مش مطلوب منكم، أوكي؟ حتى هاي المعلومة أنا بحكيها هيك بشكل عام كعلمياً، لأنه تصحيح فعل بطل عندي بالوزارة إنه أصلح الفعل بين قوسين، بس مش أن تفهموا فهم. هلا أعطيكم خيارات أنا مشان تشوفوا كيف اللي حنركز عليها أكثر إشي. إذا هذا الفعل لا يدل على حركة، فمعناته مستحيل أستخدمه مع مضارع تام. بستخدمه مع مستحيل استخدمه مع مضارع تام مستمر، فبستخدمه مع مضارع تام. اذا حلي هون غلط، شو بحل؟ المضارع التام اللي هو ايش؟
has أو have مع verb 3. إذن جوابي هون راح يكون I have باجي على البي. شو الverb 3 منها؟ been. كمان مثال صح؟ بدكم كمان مثال يلا عشان نستوعبها 100%. هاي رقم 2 I أو بلاش I ظل نحكي I نغير I هون أوكي يلا شي أو خلينا نحكي سامي يلا سامي has friend since they were cats وهاي الفعل نو شو الكيورد عندي شايفين اللي هو سنس وفي بعدها اشي بدون على وقت صح ممتاز يلا مضارع تام مستمر او ماضي تام او مضارع تام present perfect او present perfect continuous has have been ing او has have verb 3 طيب خلينا نشوف الفعل اللي بين قوسين عندي نو يعرف يعلم يعرف هنا بمعنى يعرف بيعرف سامي بيعرف صاحبه من لما كانوا صغار طيب كلمة يعرف ما فيها حركة هو بيعرف أوكي بس فيها حركة إذن هذا فعل جامد ما بزبط إذن ما بقدر أحكي سامي has been knowing لأنه هذا الفعل معناه لا يدل على حركة فهو فعل جامد إذن ممنوع وين بروح مضارع تام present perfect سامي singular مفرد has وباجي على الفعل بحوله verb 3 has none سامي بيعرف صاحبه منذ أن كانوا صغارا فالفعل هون لا يدل على حركة مضارع تام ما في حركة مضارع تام هلا احنا كوزارة طبعا تكون الخيارات أريح ما مش هحتاج لهذا الاشي ليه شوف هذا المثال خلينا نحكي على سبيل المثال she her friend for ages خيارات خلينا نحكي had او hadn't seen be hasn't seen od didn't see اوكي او خليها ليش didn't عشان ما نتخربط خليها don't يلا نشوف الكيورد عندي المفتاح هون زي ما شايفين اللي هو for يلا بفكر present perfect continuous دائما فكر بالcontinuous رقم واحد هذا اهم شيء في الوزاره ديروا بالكم ها بعدين فكر present perfect يعني بفكر بهاز have been ing hadn't seen لا hasn't seen برضو لا وهاي don't ما لهاش دخل اصلا بالمره اذا ما لقيت انا هون عندي بالخيارات has و have been ing هون في هاي الحالة بلجأ للمضارع التام إجباري لأنه رقم واحد الإشي اللي بدي إياه ما لقيته فبروح على رقم اثنين اللي هو المضارع التام يلا شيء مفرد إذن بدي هاز الهاد هنا غلط هيا هاز مع verb 3 والنفي عادي ما بيأثر هاي كل القصة فالمضارع التام present perfect دائما خليه إيش على طرف خليه على جنب أوكي حبايبي هيك إحنا بنكون خلصنا كل أنواع present طبعا بدكم اي تمرين اي شيء تواصلوا معي وابعث لكم في اسئله اضافيه لازم احل اكثر دوسيه طبعا مليانه اسئله بس انتم دائما حلوا اكثر مشان تتمكنوا من التنسز اكثر ما بحل كثير بصير يعني بظني شوي عندي ضعف فيها بالتنسز ديروا بالكم الله يعطيكم العافيه